دي في البيت ازاي علاء؟ مهما عملت النضاره برضو مش هينفع. يا بنتي جبنا النضاره وعملناها بالالوان نفسها. الزحمه دي هندخل ازاي؟ ما تلاقيش، انا مظبط. قشطه، كنسل في وشك، يبقى جاي دلوقتي. هو مين ده؟ جمال زميلي اللي دخلنا. انا مش عارفه ليه حاسه ان انت هتودينا في داهيه يا علاء. كاني ما سمعتش حاجه. طب بقول لك، لو جمال اتاخر مش هنعرف ندخل. جيمي تعال. يا ابو جمال. ايه يا لولا، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ياسمين اقدم لك جمال البنا، زميل دراسه في المعهد 4 سنين. هاي جمال، ازيك؟ اهلا وسهلا، عاملين ايه؟ يلا نخش من باب الممثلين، يلا. وانت بتعمل دور ايه يا جمال؟ الله، ايه لازمته الاحراج ده؟ احراج ايه يا عم؟ جمال يا ست بيعمل دور حارس صامت في بلاد الملك كتير. ايه يا ابني حارس صامت دي؟ انا بقول اهم 3 جمل في المسرحيه: عاش الملك، وقوفا للملك، اين الملك، وبطوله رياكشنات. معقول؟ معقول جدا. تعالوا تعالوا اوريكم مكانكم. بسام الاستاذه معايا. ها ماشي يا استاذ. السلام تحبي تاكلي مثلا ايطالي، مكسيكي، سوشي، ولا تحبي تجربي حاجه جديده؟ حاجه جديده. بس ايه بقى الفستين الجامده دي؟ بص قدامك يلا. وبعدين الفستين جامده ايه اصلا؟ انا لسه مش عارفه هلبس ايه في المهرجان. تعالى ياسمين. انت بقالك كام سنه في المسرح يا جمال؟ 5 سنين. تعالى اتفضل هنا، الصف التالت. معلش يا ابو علاء، الصف الثالث مش مهمك، انا عارف. ولا يهمك. عندنا كام راس كبيره من الحكومه واخدين الصفين الاولانيين النهارده. التذاكر بتاعتكم عشان لو حد ضايقكم، اي حد يتكلم معاك في المسرح، اي حد يضايقك، اوعى تجيبوا اسمي. ها هروح انا عشان اجهز، عندي 3 جمل. اول ما اطلع سكسيهات سكسيهات. ميرسي يا جمال. شكرا يا جيمي. ايش معقول يا علاء بقاله 5 سنين عشان في الاخر يقول 3 جمل؟ معقول جدا. انا عايز اقول لك ان جمال ده كان محظوظ قوي ان اتعين هنا في المسرح القومي. في لينا زمان اتعينوا في الاصول الثقافه في المحافظات، يعني قصر ثقافه مطروح، 6 اكتوبر، وادي الجديد، جاهز اسوان. ها كان نفسك برضه تخش المعهد عشان تبقى ممثله؟ لو عايزه في مكان في حلايب وشلاتين. انا كويسه كده.